أجهزة الاستشعار عن بعد الموجبة. لطالما ألهمت الطبيعة البشر، تفسر عديد من النباتات والحيوانات الواقع بطرق مختلفة عن البشر، فإن لديهم حواس أخرى تسمح لهم بإدراك ما لا يمكننا إدراكه، مثل الرؤية بالأشعة تحت الحمراء أو الرؤية الليلية. بعض أنواع الخفافيش لديها نظام موجب للحفاظ على استقامتهم أثناء الطيران عن طريق إنتاج موجة صوتية وقياس انعكاسها من جسم ما. يمكن للخفافيش قياس الصدى لمعرفة مدى بعد هذا الجسم وفي أي اتجاه يكون. هذا هو بالضبط كيفية عمل المستشعرات الموجبة. إذا كانت السماء غائمة، لا يمكن لأجهزة الاستشعار البصرية السلبية رؤية سطح الأرض. في هذه الحالة يمكننا استخدام المستشعرات الموجبة التي تنتج الطاقة الكهرومغناطيسية الخاصة بها في شكل نبضات الراديو أو الضوء. عندما تتلقى المستشعرات صدى إشارة منعكسة من سطح ما أو من الغلاف الجوي، فإنها تقيس خصائصها وتستخرج منها معلومات مفيدة للغاية. إننا نستخدم نوعين من المستشعرات الموجبة، الرادار والليدار. يستخدم الرادار موجات الراديو، بينما الليدار موجات الضوء. من خلال تحليل الصدى الوارد، يمكن للمستشعرات الموجبة قياس مجموعة متنوعة من المتغيرات الفيزيائية. الدقة الزاوية: الهوائي يشبه التلسكوب، لكنه يعمل في ترددات راديو. كلما كانت مرآة التلسكوب أكبر، كلما كان مجال الرؤية لديه أصغر. لذلك يقيس مستشعرنا عن بعد الكائنات الموجودة ضمن مجال الرؤية شعاع الهوائي. يمكننا تحسين هذه الدقة مع هوائيات متنقلة ومعالجة الإشارات المعقدة. المسافة: قياس التأخير الزمني بين انبعاث نبض من الرادار أو الليدار وتلقي صدى. يمكننا قياس المسافة إلى جسم ما. القاعدة بسيطة: كلما كان النبض أبعد، كلما استغرقت عودة الصدى وقتاً أطول. السرعة: يمكننا قياس سرعة جسم ما بقياس ما يسمى تأثير دوبلر، الذي يجعل الصوت من السيارة أعلى كلما تقترب وأنقص كلما تبتعد. مع المستشعرات الموجبة نحصل على قياسات عالية الدقة لمجموعة متنوعة من دوائر الأرض. قياس الصدى ليس سهلاً كما يبدو، لأن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تشوش أو تغير مسار الطاقة الكهرومغناطيسية. بطريقة أساسية يمكننا التحدث عن كيفية تعديل الأسطح المختلفة للطريقة التي تنعكس بها الطاقة الكهرومغناطيسية. توفر التضاريس المسطحة مثل الطرق أو المياه انعكاساً ناتجاً عن سطح أملس مثل المرآة. توفر الحقول المحراثة أو الغطاء النباتي انعكاساً ناتجاً ينثر الطاقة بشكل منتشر في العديد من الاتجاهات. أخيراً، عندما تصطدم الطاقة الكهرومغناطيسية أكثر من سطح واحد مثل الأشجار أو المباني، هذا ما يسمى ظاهرة الارتداد. كما ترى، ينتج عن كل حالة من هذه الحالات انعكاسات مختلفة القوة، بحيث تسمح الزوايا للمستشعر بتحديد نوع السطح الذي عكس الطاقة الأصلية.